نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. فتح الجيش السوري الطريق إلى مدينة حلب من جهة الراموسة الواقعة في الريف الغربي الجنوبي للمدينة، وفق ما أفاد به مراسلنا، والذي أشار كذلك إلى فشل الهجوم الذي حاول المسلحون من خلاله قطع هذا الطريق، وقد قتل في المعارك ما لا يقل عن 250 مسلحا. في غضون ذلك تتواصل المعارك على أكثر من جبهة في حلب وريفها الجنوبي الغربي بعد فشل هجوم آخر شنته المجموعات المسلحة في محاولة منها لفك الطوق عنها في الأحياء الشرقية للمدينة. وأفاد مراسلنا في حلب بأن الجيش السوري وحلفائه نجحوا في استعادة السيطرة على عدد من المواقع التي كان قد تقدم إليها المسلحون في المدينة وفي الريف الجنوبي، ولا سيما استعادتهم السيطرة على تلة الحويز ونقطتين له في محيطها. إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية في حلب للميادين ألا صحة أبدا لما يروجه المسلحون وأعلامهم عن وقوع مقاتلين لحزب الله في الأسري في معارك حلب، وأن ما يروجه أيضا الإعلام العربي المؤيد للمسلحين عن أسري 23 من عناصر حزب الله هو مجرد حرب نفسية رديئة. المصادر أضافت أن إخفاقات مسلحي جيش الفتح في تحقيق أهدافهم في كسر الطوق عنهم هي وراء هذه الشائعات الكاذبة، وأن الهجوم المعاكس الجيش السوري وحلفائه أحبط حتى الآن خطة المسلحين وهجماتهم في حلب ومن هم وراءهم. وللمزيد ينضم إلينا من حلب مراسلنا رضا الباشا. رضا، جملة تطورات اليوم في ريف حلب الجنوبي تحديدا، لكن نبدأ من نقطة الراموسة. تأمين ذلك الطريق ماذا يعني في سير الخطة العسكرية وفي المعارك العسكرية الدائرة هناك، والآن الوضع كيف هو في تلك المنطقة تحديدا؟ بالمختصر دينا، بقاء طريق الراموسة مفتوح أمام السيارات المدنية وأمام الحافلات والشاحنات وخروج المدنيين ودخولهم إلى مدينة حلب يعني بأن العملية العسكرية للجماعات المسلحة بعد 4 أيام من انطلاقها وبعد مقتل أكثر من 300 مسلح منذ انطلاق هذه العملية حتى اليوم بحسب ما اعترفت التنسيقيات، وطبعا هم من أبناء المنطقة فقط، يعني بأن هذه العملية إلى الآن عملية عسكرية فاشلة لعدة أسباب. أولا، هدف العملية العسكرية هو كسر الطوق على الجماعات المسلحة في الأحياء الشرقية لحلب، هذا الأمر لم يتحقق إلى الآن. الهدف الثاني لهذه العملية هي محاصرة الجيش السوري في الأحياء الغربية لمدينة حلب، وطبعا هذا الهدف أيضا لم يتحقق إلى الآن. ما تحققته الجماعات المسلحة هو السيطرة على نقاط متقدمة للجيش السوري، كانت هي سواء مدرسة الحكمة أو كتيبة الصواريخ أو حتى المباني الأولى من 1070 شقة، تعتبر نقاط دفاعية متقدمة للجيش السوري بعيدة عن خطوط التماس الأساسية في مدينة حلب. ما عدا قرية المشرفة هي الجبهة الوحيدة التي يمكن أن تسجل بأنها تمكنت الجماعات المسلحة أن تحرز فيها تقدما على الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب، ولكن الأهم من سقوط هذه الجبهة هو تمكن الجيش السوري من إيقاف تقدم الجماعات المسلحة، تثبيت نقاطه الدفاعية والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم واسترجاعه لخمس نقاط من النقاط العشرة التي كانت قد سقطت مع هجوم الجماعات المسلحة على نقاط الجيش السوري، ولعل أهمها هي قرية العامرية وقرية الحويز، إضافة إلى تلة الحويز، تلة المحروقات وتلة الصنوبرات. طيب برضا، فيما خص ما تتحدث عنها وما خص هذه الهجمات المتكررة للجماعات المسلحة على نقاط الجيش السوري، هناك شائعات كثيرة ذكرنا بعضها وتكذيب هذه الشائعات،
قد كانت، لكن أيضا إعلام صفحات الجماعات المسلحة ماذا تقول؟ كيف تتحدث عن هذه الهجمات ويعني سير المعارك هناك؟ كيف تتابعه مواقع الجماعات المسلحة؟ فعلا فيما يتعلق بصفحات الجماعات المسلحة تسعى لتكرار سيناريو مدينة إدلب. الجميع يذكر عندما تم إسقاط مدينة إدلب إعلاميا، هذا ما تحاوله الجماعات المسلحة. أولا تحاول نشر مجموعة من الأخبار الكاذبة في الميدانية، سواء يوم البارحة عندما أعلنت الجماعات المسلحة سيطرتها على منطقة الرموسة وقطع الطريق باتجاه مدينة حلب، بل أكثر من ذلك بعض الصفحات ذهبت إلى أن الجماعات المسلحة دخلت إلى قصر المحافظ مدينة حلب، وبعضهم أيضا بإحدى القنوات العربية ذهبت في بعض الأخبار إلى أن الجماعات المسلحة دخلت إلى الأحياء الغربية من مدينة حلب، وحددت تلك الأحياء عندما تحدثت عن دخول الجماعات المسلحة إلى حي الحمدانية، إلى حي 3000 شقة، إلى حي حلب الجديدة وغيرها من الأحياء الغربية في مدينة حلب. وكانت هذه الأخبار طبعا بطبيعة الحال هذه الأحياء بعيدة كل البعد عن الجبهة، ما يسقط على هذه الأحياء أو ما يصل إلى هذه الأحياء هي عبارة عن قذائف هاون وقذائف صاروخية كانت بطبيعة الحال تقصف بها هذه الأحياء سابقا. أما الموجة الإعلامية الهجمة الإعلامية الشرسة على مدينة حلب من قبل هذه الصفحات أو من قبل حتى وسائل إعلام مرئية ووسائل إعلام مسموعة تخلق حالة من الضغط النفسي على الشارع الحلبي بطبيعة الحال، لأن هذه الحرب النفسية لا تؤثر على المقاتل، لأن المقاتل المتواجد داخل في الجبهة ليس لديه الوقت أن يسمع أو يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو يصل إلى التلفاز ويشاهد التلفاز. هذه الهجمة هدفها الضغط على الشارع الحلبي وعلى المواطن الحلبي بشكل رئيسي، وهذا الأمر ينعكس بشكل تقريبا آن. يتواصل معنا أهالي مدينة حلب للتأكد من هذه الأخبار. يوم البارحة موجة الأخبار كانت أكبر بكثير من الأيام التي سبقتها، وقد ثبت كذب هذه الأخبار سواء من الراموسة وصولا إلى منيان وصولا إلى حلب الجديدة والحمدانية وثلاثة ألاف شقة. هذه المناطق التي صورنا فيها طوال هذا اليوم وخرجنا فيها من بث مباشر سواء من منيان صباح هذا اليوم أو من الراموسة، آخر بث مباشر كان لنا قبل تقريبا ساعة من الآن. طيب رضا، باختصار شديد أيضا أصوات الانفجارات التي نسمعها أو سمعناها منذ قليل، ما هو مصدرها؟ طبعا هذه الانفجارات هي طبيعة الجبهة، نحن نتحدث عن جبهة قريبة جدا، لا نتحدث عن جبهة تبعد مثلا 10 كيلومترات أو أكثر، لا نحن نتحدث هنا عن جبهة تقريبا خطوط التماس تبعد 1 كيلومتر إلى 2 كيلومتر. إلى الآن ما تزال جبهات التماس مثلا بستان الباشا تبعد عن خطوط الجيش السوري ما يقارب 200 إلى 300 متر في المدينة القديمة. عندما نتحدث عن جبهة بستان القصر تبعد عن النقطة المتواجدين فيها ما يقارب 1 إلى 1.5 كيلومتر، وهذه الانفجارات بطبيعة الحال ستسمع أصواتها عندما يدور أي اشتباك أو عندما يتم استهداف أي منطقة، إضافة إلى انفجارات نتيجة لقذائف الهاون التي تقصفها الجماعات المسلحة وتطلقها على الأحياء الغربية في مدينة حلب والأحياء السكنية في مدينة حلب. ولعل الخطير في الأمر هو ما تم يوم البارحة وبكل أسف قصف أحد الأحياء المدنية وتحديدا في منطقة العقبة بالغازات السامة، وإلى الآن لم يتم تحديدها إن كانت غازات الكلور أو غازات الخردل. إذن رضا الباشا سنكون معك فرورود أي جديد، شكرا لك مراسلنا من حلب. إلى ذلك أكد مدير الصحة في حلب الدكتور محمد حزوري استشهاد 6 مدنيين وإصابة 14 جراء قصف الجماعات المسلحة غازات سامة على الأحياء التي يفرض الجيش السوري سيطرته عليها. ورجح الدكتور حزوري أن تكون هذه الغازات التي استخدمها المسلحون هي الكلور أو الخردل. مراسلنا أفاد بأن الجماعات المسلحة قصفت منطقة ساعة العواميد في حلب القديمة بالغازات السامة. إلى ذلك فتحت روسيا تحقيقا في استخدام الإرهابيين غازات سامة ودعت واشنطن إلى التعاون في هذا الصدد. عدد الحالات التي وصلت إلى مشفى الرازي بحالة اختناق نتيجة استعمال الإرهابيين غاز سام 20 حالة حتى الآن. 6 حالات وصلت بحالة اختناق ووفاة، استشهدوا الرحمة لأرواحهم الطاهرة. 14 حالة يتم التعامل معها مع الفريق الطبي المتخصص المتدرب للتعاون مع هكذا حالات. طبعا نحن فريق مديرية صحة حلب خلال الأزمة وما قبل الأزمة كان هناك فريق متدرب، عملنا دورات متتالية لفريقنا الطبي للتعامل مع هكذا حالات يتم التعامل معها بشكل علمي ومنهجي. من المرجح أن يكون الغاز السام المستعمل هو غاز الخردل أو غاز الكلور. بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدرس تقارير عن إلقاء غاز سام في بلدة سورية قرب موقع إسقاط مروحية روسية. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي، قال إن صحت تلك التقارير فستكون خطيرة جدا، وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد صحة التقارير التي أوردها مسعفون سوريون يعملون في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة.
إلى منبج، حيث أفاد المرصد السوري المعارض بأن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت داخل مدينة منبج بعد اشتباكات عنيفة مع داعش. المرصد أشار إلى أن هذه القوات باتت تسيطر على 60% من مدينة منبج وأنها تواصل هجومها بغطاء جوي من قوات التحالف الأمريكي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد على أن التعاون قائم بين واشنطن وموسكو في الملف السوري برغم الاختلافات في الملفات الأخرى كأوكرانيا. لدينا الكثير من الاختلافات مع الجانب الروسي بشأن العديد من القضايا، لكنني أعتقد أن بإمكاننا التركيز على نواح حيث لدينا مصالح مشتركة. هناك اختلاف عميق في الملف الأوكراني، ولكن لدينا اهتمام مشترك بإنهاء العنف في سوريا. وبرغم محاولتنا إقناع الروسي بتطبيق اتفاقية مينسك بشأن أوكرانيا وبوقف دعمهم للانفصاليين، لن يمنعنا ذلك من السعي إلى حصول عملية انتقال سياسي في سوريا الذي من شأنه أن ينهي الوضع المتأزم هناك. نشرة أخبار البلد من المركز الإخباري في دمشق، حياكم الله مشاهدين الكرام، ونبدأ هذه النشرة من الأخبار الميدانية. حيث دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري 3 مقار وآليات وعربات محملة بأسلحة وذخيرة ومزودة برشاشات متنوعة، وقضى على عدد من إرهابي داعش في المريعية والبغيلية والحويقة وجنوب البانوراما والجنينة بدير الزور. إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية مقتل ما يسمى أمير تنظيم داعش في قرية الحسينية الإرهابي أمير تركي الهزاع وسبعة من مرافقيه خلال عملية نوعية لوحدة من الجيش والقوات المسلحة. وفي درعا قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين في أثناء قيامهم بأعمال التحصين في الطرف الغربي للمدينة. أما في ريف السويداء الشرقي فقد تم تدمير عربتين إحداهما مزودة برشاش والقضاء على عدد من إرهابي داعش في بلدة المفطرة. وفي القنيطرة تصدت وحدة من الجيش لهجوم إرهابيين على أحدى النقاط العسكرية في تل بزاق على محور مسحرة في الريف الشرقي، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم أحد المتزعمين. وفي حلب أقرت التنظيمات الإرهابية التكفيرية بمقتل أكثر من 64 من أفرادها، بينهم متزعمون في ريف حلب الجنوبي خلال 24 ساعة الماضية. وكان مراسل الأخبار شادي حلوي وفانا بالتقرير التالي الذي يفند بالصوت والصورة ادعاءات الإرهابيين والقنوات التي تروج لإرهابهم بالسيطرة على طريق الراموسة عند مدخل حلب. الآن متوجه بسيارتي إلى طريق الراموسة، وهذا الطريق أمامكم الآن الذي دعت قنوات سلف الدم السوري بأنه قامت بقطعه وأن المسلحون قاموا بالسيطرة على معمل الإسمنت وأجزاء كبيرة من منطقة الراموسة. الآن أنا في مدخل منطقة الراموسة تماما كما تتابعون معنا بالصوت والصورة. حركة تنقل واضحة بالسيارات من أمامنا، هذه على اليسار تماما أبنية حارة الحشكل وبعد أبنية منطقة العامرية التي ادعت القنوات سفك الدم السوري بأنه قامت بالسيطرة عليها. تلاحظون على يساري تماما هي منطقة العامرية. الآن أنا تحت جسر الراموسة تماما، منتقل من جسر الراموسة مباشرة. هذه هي حركة السيارات أمامي. طبعا هذه هي مثل ما بيقولوا ساحة الطيارة. الآن أنا دخلت إلى منطقة الراموسة والسيارات أمامي بحركة اعتيادية طبيعية، لا يوجد أي ما تدعيه قنوات سفك الدم السوري. طبعا الحرب الإعلامية الشرسة التي خضتها المجموعات الإرهابية المسلحة عبر قنواتها على مدار 48 ساعة هي لرفع معنويات مرتزقتها هؤلاء المرتزقة الذين يعني سحقوا على كافة الجبهات. هذه منطقة الراموسة بالكامل، وأنا أقود السيارة باتجاه معمل الإسمنت لننقل لكم كل الصور لتشاهدون. هذا هو طريق الراموسة، الحركة الاعتيادية عليه، وسنتابع معكم إلى أن نصل إلى محيط كلية التسليح. والآن على يميني كلية التسليح والكليات الأخرى، كلية المدفعية. الجيش كان لهؤلاء المرتزقة بالمرصاد وفق يعني لا نحن لا نقول عدد قتلاهم، اعترافات 24 ساعة 72 قتيل، ثلاثة أيام
أكثر من 300 قتيل لهؤلاء المرتزقة، ولاحظنا صور لجثثهم ومتزعميهم كيف يسحقون تحت أقدام الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري متمركز في كل النقاط وهو يعني بالمرصاد لهؤلاء المرتزقة. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 لعام 2016 القاضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها. بحثت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، بحثت القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. ولفت بروجردي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكدا أن روابطهما غير قابلة للانفكاك وغيرها عميقة جدا. وأعرب بروجردي عن ارتياح بلاده وفخرها بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الرغم من اشتراك أكثر من 80 دولة في الحرب على سوريا، مبينا أن الإرهاب بدأ يرتد على داعميه في أوروبا وغيرها من الدول المتآمرة على سوريا. وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إن السيد الرئيس بشار الأسد كان وما زال الحامي للشعب السوري، معربا عن فخره بصمود رئيس الأسد خلال سنوات الحرب على سوريا والتي تستهدف محور المقاومة. لقاؤنا مفيد جدا نظرا للتطورات التي تحصل في سوريا من خلال انتخاب رئيسة مجلس الشعب وتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا. نجدد ونعلن دعمنا لسوريا حكومة وشعبا، خاصة في الملحمة التي يسطرها في محاربة الإرهاب. الانتصارات التي يسطرها الجيش العربي السوري خاصة في حلب تبشر بالنصر الكبير. الشعب السوري يقف في الخندق الأول لمحور المقاومة، ونحن سنكون إلى جانب هذا الشعب البطل وبنفس الخندق ندعمه، ونقف إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب. نحن نؤكد إدانتنا للمؤامرة الجديدة التي تتمحور حول التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والتي تتم بقيادة المملكة العربية السعودية، ولا نزال نعلن بأن القضية الفلسطينية هي أولويات سياساتنا الخارجية، وإن النصر النهائي سيكون حليفا للشعب الفلسطيني المظلوم وحليفا للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب. الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد أهمية تطوير المهارات للارتقاء بالعمل الحزبي إلى أفضل المستويات، وذلك خلال لقائه المتدربين في مدرسة الإعداد الحزبي. يعتمد حزب البعث العربي الاشتراكي في عمله على خطة علمية منهجية لتطوير أداء كوادره عن طريق إخضاعهم لدورات تدريبية تثقيفية تنمي مهاراتهم وقدراتهم في العمل السياسي والحزبي. وضمن سير أعمال الدورة التدريبية المركزية التي أطلقتها القيادة القطرية للحزب، التقى المتدربون عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خلف المفتاح الذي أكد على أهمية العمل الدؤوب والتدريب المستمر ليرتقي الأداء الحزبي لطموحات الشعب السوري، مشددا على أهمية أن تطور القيادات الحزبية من مهاراتها في العمل السياسي والمجتمعي لتحقيق أهداف ومبادئ الحزب بأفضل الطرق. الهدف هو أن نخلق لدى الدارسين والمتدربين في هذه الدورات التي هي من كل المحافظات درجة عالى من القدرة على الحوار، وأيضا القبول بعناصر الحوار التي هي أن هناك آخر أتحاور معه، أن هناك قاعدة معرفية للحوار، أن هناك توافق على خلاصات الحوار بحيث أن يركن الجميع أطراف الحوار إلى خلاصات ذلك الحوار، وبالتالي أن نصل إلى وعي مجتمعي. هذا عنوان. العنوان الآخر أيضا هو كيف لنا أن نغير في الصورة النمطية عن حزب البعث. هناك صورة نمطية ربما عند البعض نتيجة طبعا لممارسات وتراكمات أن هناك فقط دور وظيفي للحزب كسلطة. أبدا، اليوم الدور للحزب هو دور يتعلق في الوعي أولا وفي السلوك وفي الممارسة، بمعنى أن حزب البعث ليس قائدا في الدولة فقط وإنما هو خادم للمجتمع،
بمعنى أنه يقدم الخدمة للناس ويتفاعل مع الجمهور ويساهم في خلق مستوى عالي من الوعي. تضم الدورة التثقيفية أعضاء من حزب البعث يمثلون المحافظات السورية كافة، يخضعون خلال الدورة لتدريبات ومحاضرات تنمي مهارات التواصل والعمل السياسي والاجتماعي بوسائل عصرية ومتطورة، ويشرف عليها كوادر من النخب السياسية والثقافية والتدريسية في سوريا. نحن دائما يعني نبتعد عن النمطية وعن الروتين، يعني لا يأتي الرفيق المحاضر ليقدم محاضرته وبالتالي يستمع الرفاق ويخرجون كالنمط التقليدي، وإنما نطلب من الرفيق المحاضر أن يتحدث ثلث الوقت تقريبا وثلثي الوقت نخصصه للحوار والتفاعل ما بين المحاضر ورفيقنا الدارس. مهمة هذه المدرسة إعداد الكوادر القيادية والإدارية، أيضا مهمتها أيضا أن تعد رفاقنا من أجل أن يكونوا حملت رسالة بعثية وطنية بامتياز. هاي الدورة كتير مهمة، كتير غنية، معلومات مكثفة، معلومات مو بس معلومات بتخص تاريخ الحزب النضالي أو تاريخ البعث، أيضا فيها معلومات قيمة في من خلال اكتسابنا كذا مهارة يلي هي مثل مهارات القيادة، مهارات التواصل الفعال، الحوار. عمل مستمر في مدارس الإعداد الحزبي الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي بهدف سد الثغرات في الأداء وتطوير العمل بطريقة ممنهجة متطورة تواكب التطورات في مناحي الحياة المختلفة ومنها السياسية والحزبية. ضمن جولته في البلد الأم سوريا، وفد الجالية السورية في الكويت يلتقي وزير المصالحة الوطنية. بإصرار على دعم التواصل مع الوطن الأم وتأكيدا للوقوف مع جيش الوطن ومساندة أبنائه، قام وفد الجالية السورية في الكويت بالزيارة 13 له خلال سنوات الأزمة. وفي عيد الجيش العربي السوري كانت هذه الزيارة فرصة لمعايدة الأشاوس وتقديم الشكر والعرفان لتضحياتهم. إحدى جولات الوفد كانت إلى وزارة المصالحة الوطنية. في عنا كتير من الأمور في المغتربات وخاصة في مغتربنا الكويتي والخليجي القريب من مغتربنا. هناك الكثير من الناس اللي ضللوا في بداية الأزمة وعم بيحاولوا، يعني اكتشفوا فيما بعد انه هن في يعني ضللوا، ومن خلال وفودنا عم نحاول نقدم لهم كتب وعرائض لوزارة المصالحة لكي يتم تسوية امور من له يعني من تعرض لإجراء ما. والحمد لله وزارة المصالحة الوطنية دوما عم تساهم وتساعد في لم الشمل. أهم النقاط في عندنا كذا مشكلة في جاليتنا في الكويت، وهي مشكلة الجوازات تم حلها فورا، استجابت مسؤولين استجابوا وحلونا إياها فورا. كفاءات ربات البيوت كثير عنا، يعني بنخاف على أولادنا يجوا، بنخاف على كذا، فإحنا هون حطينا في حلول إن نحن نرجع لوطننا لحضن بلدنا بفضل السيد الرئيس، بفضل جيشنا المغوار، إنه كل شيء بنحل، كل شيء سهل. وزير المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أكد خلال استقباله أعضاء الوفد على ضرورة توظيف الإمكانات والخبرات التي يملكها المغتربون للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، منوها بالمساهمات الوطنية التي قدمت من قبل الجاليات السورية في المغترب. 45 هو تعداد وفد الجالية الكويتية الذي يزور أرض الوطن محملا بمطالب أبناء الجالية على أمل تسهيل عودتهم إلى هذه الأرض. لأخبار التلفزيون العربي السوري، إناس محمد، دمشق.